بعث رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام الزعيم علي عبد الله صالح برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ قايد بن ناجي ذرعان. جاء فيها الأخ الشيخ ناجي بن قايد بن ناجي ذرعان وإخوانه الذرعان الكرام: بألم بالغ وحزن عميق تلقينا نبأ وفاة والدكم الشيخ قايد بن ناجي بن ذرعان الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الكريم بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني قضى معظمها في خدمة الوطن والمجتمع. وقدم عفوا وقدم خدمات جليلة لمنطقته في المجال الخدمي والاجتماعي وفي الإصلاح بين الناس. ونحن إذ نعزيكم باسمي شخصيا وباسم قيادات وهيئات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بهذا المصاب الجلل، لا نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمكم جميعا الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام.